أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: هل يجوز وضع العدسة الملونة على العين بالنسبة للنساء؟ إذا كان هذا من باب الزينة فلا ينبغي، أما إذا كان للحاجة ضعف البصر يتخذ عدسات لتقوية البصر فهذا لا بأس به للحاجة. هذا الذي أفتى به شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مدارستنا معه في هذه المسألة يرى أنها إن كانت للزينة هي لا تجوز، أما إن كانت للحاجة فلا بأس بها، مثل ما تلبس النظارات بالبرواز تضعها أيضا على عينيك حسب الطريقة السهلة فلا بأس بها للحاجة. نعم.